السلام على الخد التريب، السلام على الشيب الخضيب، السلام على العطشان الغريب، السلام على خامس أصحاب الكساء، السلام على المرمل بالدماء، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقي الليل والنهار. يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا من غصنك النظري. يا درة يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرري. قد غال خسف الردى بدر الهدى فهوى، فيا نجوم السماء من بعده انتثري. حلو الشبيبة يا لهفي عليه ذوى، من بعد إيناعه بالعز والظفر خضابه الدم والنبل النثار، وقد زفته أعداؤه بالبيض والسمر مخضر عارض ما دب شارب، لكن جرى القدر الجاري على البشر فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفي، فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه فخر، لكن بخد منه منعفري. إن يبكه عمه حزنا لمصرعي، فما بكى قمر إلا يا على قمري. يا ساعد الله قلب الصبط ينظر فردا ولم يبلغ العشرين في العمر، مرملا مذ رأته رملة صرخت، مرملا مذ رأته رملة صرخت يا مهجتي وسروري
يا ضياء نظري ما كنت آمل أن أبقى وأنت على حر الصعيد ضجيع الصخر والحجر ولا مال ولا مال ولا مال أنا ردتك ما ردت دنيا ولا ما يالي تحضرني لا وقع حملي ولا مال ولا مال يا جاسم خابت ظنوني ولا مال ولا مال عند الضيج يا ابني قطعت بي أريدني أحن طيب بها قلب إمامنا صاحب العصر يا عند الضيج يا ابن قطع انا اللي من شفت عماك لبسك تفصيل الاجفاء قلت الولد ما يعود من حامة الماء قوموا يا نسوة ودعوا شمعات الشباك وشقوا على فراق الولد ثوب الرزي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لأجل سلامة إمامنا صاحب العصر والزمان وتعجيل فرجه الشريف ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. من أروع الدروس التي تستفاد من ثورة الحسين سلام الله عليه درس الهمة العالية جسد أبو الأحرار ومن معه من أنصاره وأهل بيته هذا الدرس بصورة رائعة يوم عاشوراء. الهمة العالية أحد العوامل الرئيسية للرقي والوصول إلى الكمال. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه إنما المرء يطير بهمته. إذا كان عند الإنسان همة عالية بلغ المعالي، وإذا قصرت همة الرجل أو همة المرء فإنه لا يبلغ المعالي. ثلاث يقول الإمام الصادق سلام الله عليه ثلاث يحجزن المرء عن طلب المعالي: قصر الهمة وضعف الرأي وقلة الحيلة. لاحظ الأمر الأول الذي يمنع الإنسان من الوصول إلى المعالي هو الهمة القاصرة. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في مناجاته المسمات بالمناجات الإنجيلية الطويلة يطلب من الله عز وجل الهمة العالية. في الصحيفة السجادية
تجدون المناجات الإنجيلية الطويلة. يقول الإمام: اللهم يا رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، أسألك من الشهادة أقصطها، ومن العبادة أنشطها، ومن الزيادة أبسطها. ويستطرد الإمام سلام الله عليه إلى أن يقول: ومن الهمم أعلاها. يعني أطلب منك يا رب الهمة العالية جدا. صاحب الهمة العالية ينظر بعيد، أفقه بعيد، بخلاف صاحب الهمة القصيرة، أفق نظر ضيق. لعل أفضل شاهد أو من الشواهد الجميلة للدلالة على ما أقول قصة نبي الله موسى مع عجوز بني إسرائيل. طبعا هذه القصة حدث بها النبي صلى الله عليه وآله ليكشف لأصحابه ضرورة الهمة العالية. النبي لما صار إلى الطائف، سافر إلى الطائف، خب أعرض أهل الطائف عن دعوتي، لكن واحد من أهل الطائف كان ذو مروءة، كان ذا مروءة وشهامة، فاستضاف النبي صلى الله عليه وآله وأكرمه. بعد ذلك مرت الأيام، استتبت الأمور لرسول الله صلى الله عليه وآله، أصبح النبي القائد الفعلي للأمة. فقيل للرجل: أتدري ماذا صنع الله عز وجل بالرجل الذي أكرمته؟ فقال: وماذا صنع؟ فحدثوا أنه أصبح قائد الفعلي لهذه الأمة. فخرج الرجل من الطائف إلى المدينة بغية الالتقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاء إلى المدينة، سأل عن النبي، فقيل له: هو في المسجد. جاء إلى المسجد، دخل المسجد، شاف النبي جالس مع أصحابه، فسلم، رد عليه النبي السلام، فقال: أو تعرفني يا رسول الله؟ قال: من أنت؟ النبي خب إذا أراد أن يعرف شيئا يعرفه. قال: من أنت؟ قال: أنا فلان من أهل الطائف الذي استضفتك يوم كذا. النبي قال له: مرحبا بك، اطلب اطلب ما تشاء، ماذا تريد؟ اطلب ما تشاء تقضى حاجتك إن شاء الله. أمير المؤمنين سلام الله عليه كما في رواية الكافي، الشيخ الكليني ينقل الرواية، يقول: أمير المؤمنين ظننا أنه سيطلب الجنة. فرصة مؤاتية، النبي يقول: لا أطلب ما شئت. يقول: وإذا به يقول: يا رسول الله، أطلب 200 شاة مع رعاتها. التفت النبي إلى أصحابه قال: أعطوا، لكن بدأ التأثر على وجه رسول الله. رفع رأسه، أخذ خاطب أصحابه، قال: أين هذا من عجوز بني إسرائيل؟ فقالوا: يا رسول الله، ومن عجوز بني إسرائيل؟ فقال صلى الله عليه وآله: لما أمر الله عز وجل كليمه موسى بالتوجه إلى الأرض المقدسة، أمره بحمل عظام يوسف معه، فقال: يا رب، لا علم لي بقبر يوسف،
ما أدري وين قبر يوسف. فأوحى الله إليه أن سل فلانة العجوز تخبرك. التفت موسى إلى أصحابه قال علي بفلانة جيبوا. جاءوا بها. قال أتعلمين أين قبر يوسف؟ قالت نعم. قال دليني عليه. قالت لا أدلك عليه حتى تحكمني. يعني بشروط، أنا أحكم وأنت تنفذ. فقال موسى سلام الله عليه دليني عليه ولك الجنة، أضمن لك الجنة. قالت لا والله حتى تحكمني. أخذ يجادلها، فأوحى الله إليه يا موسى حكمها فيما تريد، أنا من سأعطيها، لا تجادل. قال لك ما تحكمين، ماذا تريدين؟ قالت لا أدلك على قبر يوسف حتى أكون معك في درجتك التي أنت فيها في الجنة. يقول ذاك يطلب شنو؟ يطلب 200 شاة مع رعاته. أنت الآن فرصة، النبي يقول اطلب ما شئت تقضى حاجتك إن شاء الله. تقول لي 200 شاة؟ هذا ضيق أفق. تلك صاحبة الهمة العالية. قلنا شو سوي بمتع الحياة الدنيا؟ أنا أريد أكون وياك في نفس الدرجة التي أنت فيها في الجنة. شوف شبابنا، هذا الخطاب موجه للجميع لكن بالخصوص إلى الشباب. اجعلوا همتكم عالية، خلوا نظركم وأفق نظركم بعيد، لا تقتصرون على سفاسف الأمور. شوف الواحد حينما ينظر إلى بعيد لعله لا يصل إلى ما يريد، لكن إذا كانت همته عالية ونظرته بعيدة لا أقل يقطع شوط. شوف هذا الدرس علمنا إياه أبو الفضل العباس والقاسم بن الحسن وعلي الأكبر وآل الحسين وأصحاب الحسين صلوات الله وسلامه. حسين يقول لهم تفرقوا عني، هذا الليل قد أرخى سدولة فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي وتفرقوا عني روحوا. قالوا لا، السعادة كل السعادة هي الشهادة بين يديك يا رسول الله. على كل حال هذا البحث قسمته إلى قسم، عبارة يعني أختصر الحديث حول هذه المسألة وحول هذا الموضوع في سؤالين، أجيب عن سؤالين. السؤال الأول، ما هي أبرز صفات أصحاب الهمم العالية؟ بماذا يتميزون؟ ما هي خصائصهم؟ هذا أولا. ثانيا، كيف يصل الإنسان إلى الهمة العالية؟ ما هي الخطوات العملية التي توصل الإنسان إلى الهمة العالية؟ لعله لا يسعفني الوقت للجواب عن السؤال الثاني، لكن سأجيب عن الجواب عن السؤال الأول في هذه الجلسة، والسؤال الثاني إن شاء الله أجيب عنه في الجلسة اللاحقة بحوله تعالى وقوته. ما هي صفات هؤلاء أصحاب الهمم العالية؟ ما هي أبرز صفاته؟ الصفة الأولى من صفات أصحاب الهمم العالية الترفع عما في أيدي الناس. يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الترفع عما في أيدي الناس علو همة. ما معنى ترفع عما في أيدي الناس؟ هو بالإنسان بطبيعته اجتماعي، يعني يستغني عن الآخرين؟ لا، ما يمكن أن يستغني عن الآخرين. إذن ما المقصود بهذه الجملة؟ المقصود بها أن تكون نفس الإنسان عزيزة كريمة، يأبى هذا الإنسان صاحب الهمة العالية
أن يأخذ المال من الآخرين بسهولة، يكون عال عليه. رحمة الله، رحمة الله على الشريف المرتضى، سيد الشريف المرتضى، أخو السيد الشريف الرضي صاحب كتاب نهج البلاغة. الشريف المرتضى علم، بعث إليه أحد الوزراء بهدية، ولد له مولود، فبعث ذلك الوزير بهدية، هدية عبارة عن 1000 دينار. 1000 دينار في ذاك الوقت مبلغ كبير. لما وصلت إليه سأل ممن؟ فقالوا من الوزير الفلاني. ولما؟ قال بمناسبة المولود الجديد. قال لا أريده، إني أشم منها رائح، هذا يريد أغراض شخصية، لا أريده، ردوها إليه، قولوا له أن الشريف المرتضى ليس بحاجة إليها. ردوها إليه. الوزير قال لذلك الرجل بعثه، قال ردها عليه وقل هذه للقابلة، أنت ما تريد تأخذها أطها القابلة. جاب 1000 دينار إلى الشريف المرتضى، يقول لك هذه للقابلة. قال إن القابلة منا، احنا ما نريد، ما نأخذ قابلة أجنبي، قابلة امرأة منا، وهي أيضا تأبى أن تأخذ هذه الأموال. ردوها إلى الوزير، الوزير قال قولوا له هذه لطلبة العلم، وزعها على طلبة العلم. جاءوا بها إلى الشريف الرضي، قال الآن خرجت من يدي، أخذها. لما صار وقت الدرس، قبل أن يشرع في الدرس، وضع 1000 دينار أمام طلابه، قال هذه 1000 دينار بعث بها الوزير الفلاني، من أراد منكم أن يأخذ منها فليأخذ ما يشاء. يقولون فلم يقم من تلامذته إلا واحد فقط، قال أنا أحتاج في أمس الحاجة إلى دينار واحد فقط، في أمس الحاجة. أخذ دينار واحد، بقيت 999 دينار. ردها الشريف الرضي على ذلك الوزير، فتعجب ذلك الوزير من عفة نفس الشريف المرتضى وتلامذته. هذه واحدة من صفات أصحاب الهمم العالية، هي صفة. الصفة الثانية، يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، شجاعة المرء على قدر همته. المقياس الشجاعة، لكن الشجاعة شنو؟ الشجاعة مو نوع واحد، شجاعة أنواع. عندنا الشجاعة في ساحة الميدان، ميدان الحرب، ميدان القتال، هذه شجاعة تنبئ عن علو الهمة. شجاعة أبي الفضل العباس سلام الله عليه تكشف لنا عن علو همتي. أشهد أنك بالغت في النصيحة وبذلت غاية المجهود، نشهد له بذلك في الزيارة، في زيارته. خلي هذا يجرح نفسه، ولا صلوا على محمد وآل محمد. فالإمام يقول شجاعة المرء على قدر همته، الشجاعة في ساحة الميدان تنبئ عن علو الهمة، سواء كانت من الرجال أو النساء. عدنا هم كذلك نساء أبدين شجاعة وانقطعة البعير. نسيبة بنت كعب الأنصارية، أم عمارة رضوان الله عليها، هذه المرأة يقول صاحب كتاب رياحين الشريعة
هذه واحدة من أنصار الإمام صاحب العصر والزمان، يرجعها الله عز وجل لتكون من أنصار الإمام صاحب العصر والزمان لذكره أشرف الصلوات. هذه نسيبة لها موقف رائع، خصوصا يوم أحد كانت دائما تخرج مع النبي صلى الله عليه وآله في غزواته تطبب في الطبابة. في يوم أحد كما تعلمون انقلب النصر إلى هزيمة، وفر كثير من المسلمين وتركوا النبي صلى الله عليه وآله، فوقف أمير المؤمنين في جمع قليل. شوف هذه المرأة أبت نفسها أن تفارق النبي، شنو سوت؟ جهاد مو من تكليف الجهاد، لكنها حزمت نفسها، حزمت، أخذت النطاق، حزمت نفسها وأخذت السيف وصارت تقاتل بين يدي رسول الله. رأت لمحة ابنها يريد الفرار، تدرون شو سوت؟ حالا وقفت في وجهه وشهرت السيف في وجهه، قالت: إلى أين تريد أن تذهب؟ تريد الفرار؟ ارجع ارجع للجهاد بين يدي رسول الله، لا أحل لك الحليب الذي شربته مني إن فررت من بين يدي رسول الله. وأرجعته، أخذ قاتل 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 حتى سقط شهيد. هذه المرأة النبي صلى الله عليه وآله، النبي نفسه صلى الله عليه وآله كما تذكر مصادر التاريخ استحسن قتالها، قال فيها مقولة غدت مشهورة في كتب التاريخ، يقول: لموقف نسيبة اليوم خير من موقف فلان وفلان. يعني يتكشف عن استحسان النبي صلى الله عليه وآله لقتالها. لا تسألوني فلان ما فلان لأن التاريخ لم يذكر ذلك. فعلى كل حال نسيبة بنت كعب هذه أصيبت بجرح، جرح غائر عميق، ضربها أحدهم على كتفها فسقطت، حملت إلى المدينة. شوف شلون همة هذه المرأة وعلو همتها. يقول الراوي: بعد أيام نادى منادي النبي صلى الله عليه وآله بالجهاد، للخروج للجهاد. مريضة على فراشها، لما سمعت بذلك تحاملت على نفسها وقامت. قيل لها: إلى أين؟ قالت: إلى الجهاد مع رسول الله. قال: وأنت بهذه الحال؟ قالت: لا بد لي من الخروج. اتحركت، انفجر الجرح، نزفت نزفا غزيرا، سقطت مغشا عليها، ما استطاعت الذهاب. النبي أول ما رجع من تلك الغزوة يقولون سأل عنها: ما حال نسيبة؟ فلما أخبروه عن حسن حالها استبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هي شجاعة هذه المرأة تكشف عن علو همتها. إذن هذا النوع الأول من الشجاعة، الشجاعة في ساحة الميدان. النوع الثاني الشجاعة في ساحة المعترك العلمي، ساحة الآراء العلمية. شوف الإنسان إذا انكشفت له الحقيقة هل يذعن؟ عند الشجاعة الكافية للإذعان أمام الحقيقة، إذا كان كذلك فهو شجاع. كثير من الناس لا والله، إذا انكشف لهم الواقع وانكشفت لهم الحقيقة تأخذهم العزة فلا يذعنون. هؤلاء جبناء ما عندهم شجاعة في ساحة الآراء العلمية والمعترك العلمي. نصارى نجران من هالنوعين، صار نجران كشفت لهم الحقيقة لكنهم لم يسلموا لرسول الله صلى الله عليه وآله، ما أسلموا. تقول صفية، صفية زوجة النبي صلى الله عليه وآله، تقول: كان أبي، التقى أبي وعمي برسول الله صلى الله عليه وآله، هي قبل زواجها من النبي، وجرى حديث بينهما وبين النبي،
بعد ذلك يقول سمعتم لما رجعوا إلى الدار سمعت عمي يقول لأبي ماذا تقول؟ فإنه النبي الذي بشرت به التوراة والإنجيل. هذا هو النبي، هي مواصفات. فما أنت قائل نسلم له؟ قال لا والله لا نسلم له، بل سأقاتله قتالا شديدا. فعلا خاض القتال وانتصر النبي صلى الله عليه وآله فيما بعد، وصارت صفية من ضمن السبايا فتزوجها النبي. شوف هذا أخذته العزة بالإذن. هذه الصفة الثانية، صفة الشجاعة، هي من الصفات التي تنبئ عن علو الهمة. الصفة الثالثة من صفات أصحاب الهمم العالية، يقول الإمام الحسن سلام الله عليه: الحلم والأنات ينتجان علو الهمة. حالة الحلم، حالة الروية والأنات، عدم العجلة، لا هاتان الصفتان تنتجان علو الهمة. لكن الحلم مو بسيط، الحلم مو صفة سهلة، الحلم يحتاج إلى علم غزير. بوفور العقل يتوفر الحلم كما يقول أمير المؤمنين سلام الله. الحلم يحتاج إلى قوة الإرادة. حينما سئل الإمام الحسن ما الحلم، قال: ضبط النفس عند هيجان الغضب. يحتاج قوة إرادة. فمثل هذا الإنسان اللي عنده حلم وعنده أنات روية، عدم عجلة. طبعا العجلة ممدوحة في موارد ومذمومة في موارد. عندنا عجلة ممدوحة في القرآن الكريم وعجلة مذمومة. العجلة الممدوحة هي التي تأخذ الإنسان إلى رضوان الله عز وجل. موسى سلام الله عليه خرج ببني إسرائيل إلى لقاء الله، 70 رجل من خيار بني إسرائيل إلى لقاء الله، إلى جبل طور سيناء. فموسى سلام الله عليه وصل قبل الجميع لشدة شوقه واشتياقه إلى لقاء الله. ما كان يرتاح، يواصل السير الليل بالنهار. أصحابه من معه كانوا يرتاحون، فوصل قبل الجميع. الله عز وجل خاطبه: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ليش وصلت بسرعة؟ بماذا أجاب؟ بجواب جميل: وعجلت إليك ربي لترضى. شوف ما فيه رضا الله عز وجل فعليك بالعجل، هي من موارد العجل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. شوف هي من موارد العجل. أما غير هذه الموارد فعلى الإنسان أن يتأنى، عليه أن يدقق، عليه أن يتأمل، عليه أن يتفكر قبل أن يخطو الخطوة الأولى. يقول الإمام الصادق: في العجلة الندامة وفي التأني السلام. إذا الإنسان لم يأخذ القسط الكافي من التفكير، العجلة حينئذ قد تكلفه الكثير، قد تكلفه الكثير الكثير. أحد القواد خاض حربا، يقولون على أطراف كابول، مدينة كابول في أفغانستان في الزمن القديم، وغنم الكثير، أسر الكثير. ثم بعد ذلك أمر الجيش بأن يتحرك، تحرك ووصلوا إلى منطقة، فأمرهم بالنزول للاستراحة. نزل الجيش، أخذوا ينزلون الأحمال. هل أثناء وإذا بغبرة ترتفع من بعيد، فظن هذا القائد أن هنالك فرقة من الأعداء قد جاءت لتأخذ بثأر من قتل وتحرر الأسر. هذا القائد
حالا صدر قرار، التفت إلى من معه قال اقتلوا جميع الأسرى. يقولون كان عنده ما يقارب من 6000 أسير ذبحوا في دقائق. بعد دقائق وإذا به يقف على سبب تلك الغبارة قطيع من الوعل، نوع من الحيوانات كانت تجري فتثير الغبار يرتفع إلى عنان السماء، فتأسف أشد الأسف. لكن ما فائدة الأسف؟ العجلة هنا مذمومة. تأنى تروى دقق، أولا نتأكد بعد ذلك أخطو الخطوة الأولى. موضوع العجلة بحد ذاته يحتاج إلى جلسة. على كل حال أكتفي بهذا القدر. إذن هذه أيضا من صفات أصحاب الهمم العالية. أكتفي بهذا المقدار. إذا جئنا إلى واقعة الطف نجد هذه النماذج الرائعة جدا التي جسدت الهمة العالية، منها القاسم بن الحسن. القاسم غلام لم يبلغ الحلم، أجمعت كما يقول أحد العلماء أجمعت المصادر على أن القاسم بن الحسن لم يبلغ الحلم، ما بلغ. لكن تعال شوف هذا الولد، تعال شوف هذا الولد، بصيرة، وعي، إيمان. يخاطبه عمه الحسين: بني قاسم كيف هو الموت عندك؟ انت ما تخاف من الموت؟ يلتفت إلى عمه يقول: الموت معك يا عم أحلى من العسل. يضمه الحسين إلى صدره يبكي ساعة حتى يغشى عليه من شدة البكاء. وهذه من مميزات وداع القاسم الحسين، لم تذكر المصادر أنه أغمي عليه حينما ودع واحدا من أهل بيته أو أنصاره، فقط وفقط حينما أراد وداع القاسم أغشي عليه من شدة البكاء، أغمي عليه من شدة البكاء، لأن القاسم وديعة الإمام الحسن. القاسم تربى في حجر أبيه 3 سنين ثم انتقل إلى حجر عمه ورعاية عمه الحسين، صليعة الإمام المعصوم القاسم بن الحسن سلام الله عليه. وقفت على خبر، يقول القاسم بن الحسن جاء إلى الحسين يطلب الإذن بالبراز، فقال له الإمام: أنت العلامة من أخي الحسن، بني قاسم ارجع إلى المخيم. أرجعه، رجع القاسم إلى أمه ليلى، إلى أمه رملة، أخذ يبكي بكاء شديدا. سألته رملة عن سبب البكاء: مما بكاؤك يا بني؟ قال: أمه إني أخاف أن لا أكون من الشهداء تحت راية عمي الحسين، أنا خايف أن لا أكون من ضمن الشهداء، لأنني كلما جئت إلى عمي الحسين أطلب الإذن بالبراز أرجعني إلى المخيم. يقول الراوي: فأخذت رملة القاسم من يده وجاءت به إلى عمه الحسين، قالت: يا أبا عبد الله، إن ولدي فداء لك. فبكى الحسين سلام الله، بكى الحسين. بعد ذلك احتضن القاسم وقال: بني قاسم ارجع إلى المخيم لتكون مع النساء، ترعى النساء من بعدي. رجع القاسم، خلى رأسه على عمود الخيمة وجالت به الأفكار. تذكر أن أباه الإمام الحسن يوم وفاته ربط له عوذة، بعض المصادر تقول كتب له عوذة وبعض المصادر تقول ربط له عوذة،
يقول واحد من المحققين لعله الأصح الثاني. ليش؟ لأن العوذة كانت مربوطة في عضده، في عضده، عضد القاسم. قام فك العودة، قرأها، وإذا به يرى خط أبيه الإمام الحسن. بني قاسم إذا نزلتم أرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته. استبشر القاسم، جاء مسرعا إلى عمه. عماه، هذه عوذة من أبي الحسن. أول ما نظر الحسين إلى تلك العوذة جرت دموعه على صحن خديه. تذكر أخاه الإمام الحسن، تذكر تلك الأيام التي قضاها مع أخيه الحسن سلام الله عليهما. ضمه إلى صدره، ثم بعد ذلك عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. قال: أخي زينب علي بالصفط الفلاني، جاءت إلي بصفط صندوق، فتحه الإمام، استخرج عمامة للحسن وقباء للحسين، وأخذ يلبس القاسم ثيابه على هيئة الأكفان. يقول الراوي: لما خرج القاسم من عند عمه إلى النساء صحن ونادينا وحسنا وإماما وإماما. صاحب المنتخب ينقل هاي الرواية، يقول الحسين سلام الله عليه جاء بالقاسم إلى عمته زينب، قال قال أختاه هل للقاسم ثياب جدود؟ قالت: ولم؟ قال: إن ابن أمي أوصاني أن أعقد عليه قبل التوجه إلى الميدان. قال: علي بالمسمات للقاسم، جيء إلي بالمسمات، عقد علي. ما عادة الشعراء يصورون هنا تصوير، يتخيلون وكأن الحسين سلام الله عليه ذهب إلى المعركة يستنهض فتيان بني هاشم، يحثهم على النهوض، لأن ما عنده شباب. كأني بي أخذ ينادي: إلا بالله يا شبان هاشم، قوموا عن حر الترى والذوايب، سرحوها وقوموا وانزف هالشب. يلا وين الشباب؟ وين الشباب؟ أريد صوت الشباب، حق الشباب على الشباب. خل قلب الأم تستر، خل قلب رملة يستر. أويلي بالله يا شبان هاشم، قوموا عن حر الترى والذوايب، سرحوها وقوموا وينزف هالشاب، والذوايب سرحوها والبسوا جديد الثياب، وانتو خوج الدم جاسم كان تينشف دمعته، ورملة ما بين النساء تلطم صدرها معوي. ردت نزفة في الولد ما بين قومة وكله، ما دريت يصير عرسي ابني بوادي، ما دريت يصير عرسي ابني بوادي، وكل عمامه وكل اخوته عالوطية مجدل. ايوة قاسما، شلون يا مظلوم عرسه وانت معدوم النصيب، والعرس ويا الجنايز يوم واحد ما جذب حسرة، وصاح ندري بهالولد عمرك
لكن ابن امي اوصاني شلون اخلي وصيه. هذا زفاف القاسم المتصور، هذا زفاف القاسم المتصور. دعونا ننتقل الى زفاف القاسم الحقيقي. زفاف القاسم الحقيقي ما ان راى عمه الحسين وهو ينادي: الا هل من ذاب يذب عنا، الا هل من موحد يخاف الله فينا، الا هل من معين يعيننا. جاء الى عمه الحسين: عماه ائذن لي بالبراز. ضمه الحسين الى صدره، بكى ساعه حتى اغمي عليه من شده البكاء. افاق من غشوته، صاح: اخي زينب، رملة عاتكة فلانة فلانة، هلموا لوداع الشباب. فدرنا حول القاسم، هذه تشمه وتلك تضمه، وثالثة تحث التراب على رأسها وتنادي: وشابا وقاسما. يقول حميد بن مسلم: خرج علينا من المخيمات القاسم بن الحسين وهو غلام لم يبلغ الحلم، له وجه كفلقة قمر طالع، عليه قميص وإزار، وفي رجليه نعلان، فشد في القوم وهو يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا ابن الحسن نجل النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صب المزن. عظم الله أجوركم، فقتل على صغر سنه 35 فارسا. يقول: كان إلى جنبي عمرو بن منقذ الأزدي، قال: علي آثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن قلب عمي في. قلت: ويحك، أما يكفيك هؤلاء الذين احتوشوه؟ قال: والله لا أفعلن. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. بينما القاسم يقاتل إذ انقطع شسع نعله، ألا من مناد وقاسما. يقول الراوي: لا أنسى أنها اليسرى، فوقف ليشد ذلك النعل. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. فمر به ذلك اللعين فضربه بالسيف على رأسه. ألا من مناد وقاسما. وسيدا، نادى القاسم بضعيف صوته: السلام عليك يا عمه. فانقض الحسين كالصقر المنقض على فريسته وهو يقول: بني قاسم. وصل إلى جسد القاسم، يقول حميد بن مسلم: من جلت الغبرة إلا والحسين على جسد القاسم. بكى ونادى: يا جاسم هشمي، يا ريت السيف حز قبلك وري، يهوني الكوم تخلوني يوحي، وعلى خيامي يا عمي الخيل تفتح. ثم احتضن القاسم وجاء به نحو المخيم. يقول حميد بن مسلم: رأيت رجلي الغلام تخطان في الأرض خطا. قلت: وعجبا، الغلام أطول من عمه. يقول: تأملت في الحسين وإذا بي أراه محني الله.
جاء به الحسين إلى المخيم. أريدك تصور هذه الصورة، اكشف قلبك حتى تشوف بعين القلب. مدد القاسم بطول علي الأكبر واضطجع بينهما، تارة ينظر إلى ولدي علي وينادي وولداه وعلي، وأخرى ينظر إلى القاسم وينادي وولداه وقاسم. جاءت رملة تستأذن، أذن لها، سقطت على جسد القاسم وهي معولة تنادي وقاسما وولداه وولداه. أويلي أويلي ما جرى في الدهر، لا مثل عرس ابن الح لبس المظلوم عمه يوم تزويجه، والذي يعجن الحين يجذب الون ويحن، ناس تزفه وناس شايلين جنا. خرت رملة على جسد ولدها معولة صارخة وولداه، تقول يا ابني شقول عليك، يا ابني دول ابني زماني بيك، دول ابني يا ابني شقول عليك، يا ابني دول ابني زماني بيك، دول ابني زماني بيك. يا سلوى شلون انساك وانسى ايامك الحلوة، اش هالبلوال مثل ما سدت بلوى. يا ابني لعند الموز ما تذبني، يا ابني شقول عليك، يا ابني دول ابني تذب البيك. تسعة من الشهر شالت ونالت من ثجيل الحمل ما نالت، أمك جابتك يمدلل وحالت، يوم البيك صرت يا شيب الشي يا ابني، يا ابني شقول عليك، يا ابني دول ابني زماني. واما ابو عبد الله فبعد فقد الاحبة كأني بي ينادي، أحبائي لو غير الحمار طب أبو سكن المعارة يشوف قومه وعزوته، وقف يجري الدمع وبصدره انكسرت عبرت. ظل يناديهم يا فرساني تخلوني وحيد، شو السبب عفتم وخيمكم ونمتوا على الصعيد؟ لا ولد لي بقى، لا ولد لي بقى يحمي حريمي ولا عظيم، وبن سعد بعدي ييسر هالحراير نيته.
شلون يا عباس تتركني وحريم محيرة، شلون يا عباس تتركني وحريم محيرة، عايف الخيمة يا ابو فاضل ونايم عثرة، وهاي زينب عقب عينك بالحرم متمرمرة، وهاي زينب عقب عينك بالحرم، وهاي زينب عقب عينك بالحرم متمرمر، تدري باللي يفقد عضيده تقل يا اخويا حيلته. وعاين الجاسم جفوفه مخضبه ودمه يسيح، وقف ودمومه يهلها والقلب من جري، صاح يا ابن الحسن ساعة معرس وساعة ذبي، صاح يا ابن الحسن ساعة معرس وساعة ذبي، وقف ودموع يهلها والقلب من نجري. وبس نظر الأكبر علي وعاين وصال مقطع، نسى الجاسم والعضيد اللي بجنب المشرعة، وانحنى فوقه وغسل طبرة الراس بمدمعة، وجذب حسر على الولد والحزن ذوب مهجته، وحسين 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 وحسين، صاح يشبه النبي ما شوف لك شبه مثيل، قوم نرجع للخيم سكت النسوة من العويل، شاب راس امك يا ابويا والجسد مني نحيل، اي شاب فارق الدنيا وراح بحسرته. وعاين اخوانا وبني عم ابني جي عدم تموج، كانت نجوم العلا وخرت من بروج السروج، وقف يعتب متكئ على السيف يا ويل ويلوج، وخذ ينخاهم وهم فوق الترب من وحدته. صاح يا زهير، صاح يا زهير ويا مسلم يا هلال ويا حبيب، صحبتي كلكم نسيتوها وتركتوني غريب، ما تجون الهليتامى ذوبوني من النحيب، ظلت جثثهم تموج وتضطرب من اخوته. تصيح سامحنا يا ابو سكنه رحنا مصرعين، شوفنا هذا جفوفه مقطعه وهذا طعين، صاح معذورين يلي على التراب مجزرين، واقبل على المخيمه عزمه يودع نسوته. هذه الابيات واسالكم الدعاء على لسان رمله وهي تخاطب ولدها القاسم، تقول انا اللي ربيت لك يا ابني وسهرت الليالي وسميت باسم الله عليك اول وتاه، امك يا بعد اهلي بقت من غير والي، بعد الخدر للشام يودوها هدي، يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا من لا يقال لغيره يا الله، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته. اللهم عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. عندنا مجموعة من المرضى في أمس الحاجة إلى الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أين المضطر الذي يجاب إذا دعاه؟ يا وصي الحسن والخلف الحجة، أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيا يا وجيا عند الله، اللهم إنا نقسم عليك ببقيتك الأعظم صاحب العصر والزمان، وبآبائه الطيبين الطاهرين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، اللهم ومن أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكده، واجعلنا من أحسن عبيدك نصيبا عندك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، اجعل عواقب أمورنا خيرا. إلهي وسيدي ومولاي، نقسم عليك بنبيك نبي الرحمة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقيما إلا شفيته، لا سيما المنظورين، ولا أسيرا إلا فككته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها، يا أرحم الراحمين. اللهم إخواني الحاضرين والمؤسسين، أخواتي المستمعات، من أوصاني بالدعاء، تقبل اللهم أعمالهم، اقض حوائجهم، يسر أمورهم، وفقهم لما تحب وترضى، وإلى أرواح موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات، لا سيما إلى أرواح العلماء والشهداء السعداء، وأرواح خدمة أبي عبد الله الحسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.